فانتزي بقى والحاجات دي انا شويه ممكن اكون ضعيف فيها، علشان كده يعني معانا الناقد الرياضي احمد عصام يشرح لنا ايه قصه الفانتزي والناس تفهمها ازاي، وايه الاهتمام الجيل الصغير والشباب باللعبه دي. كابتن احمد مساء الخير وبرحب بيك في التاسعه. برحب بيك ومدينتك الكرام. منورنا دايما في التاسعه كابتن احمد، وهبدا معاك مباشره. اشتركت في الفانتازي ولا لسه، وناوي هتكابتن مين، وايه الدنيا معاك؟ لا دي طبعا اشمل طبعا الفانتازي. الفانتازي لعبه اصلا موجوده تقريبا من حوالي 12 سنه، بس طبعا الاهتمام بيها كان ضعيف جدا في الاول. كان ما تكملش تقريبا 500 الف بيلعبوها اللعبه، دلوقتي وصلت تقريبا حول العالم وتخطى 10 مليون، وكمان مع المباريات ومع الموسم لما بيتلعب وبيتخن زي ما بيقولوا اللعبه بتزيد كمان. السنه اللي فاتت وصلت لرقم 11 مليون و12 مليون، وده رقم كبير جدا جدا. وكمان حتى ان الموضوع بقى هناك في انجلترا واخدينه تسويق اكتر، لان كل اللعيبه في العالم بيلعبوها، اكبر لعيبه العالم في الدوري الانجليزي بيلعبوا اللعبه دي. طبعا زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن صلاح وعرضت الفيديو بتاعه، فلعبه هي ترويجيه ومميزه جدا على مستوى العالم. والموضوع مش ما بقاش على سن معين، لا نجوم كبيره جدا بيلعبوها وفي سن كبير كمان، فهي طبعا لعبه مميزه جدا وشدت الناس كلها. هو طبعا كل اللي اشترك في اللعبه اكيد واخد هالاند، باعتبار ان هو اعلى سعر كان 14 مليون، وباخده دلوقتي واخد ثلاث نقط اهوت في اول ثلاث دقائق، ثلاث نقط مرتاحين، وهو لو كان متكابتن كانوا ضعفوا كمان. بالظبط طبعا. هو كام نقطة صحيحة يا كابتن أحمد بالنسبة لو هداف وجاب جون؟ لو جاب جون بيبقى 4 نقط، لو عمل اسيست 3 نقط، بس بتختلف بقى ما بين مدافع، المدافع لو جاب جون بيبقى 5 نقط عكس المهاجم مثلا. بتختلف، بتبقى 4 أو 3 نقط برضه خط الوسط، الموضوع بيختلف بين لاعب والتاني. بس طبعا المهاجم بيبقى اقل نقط لما بيجيب جون عكس المدافع، لان المدافع لما بيجيب جون او بيجيب كلين شيتس الموضوع بيختلف تماما، بيبقى ارقام اعلى يعني. طبعا هالاند نسبه اللي بيلعبوا في اللعبه تقريبا خطيه 90% معاه، وحتى هو 14 مليون ده اعلى واغلى سعر في اللعبه من ساعه ما اتعمل. كان اعلى واحد قبل كده صلاح 13، ايوه، وهالاند طبعا بعد اللي عمله السنه اللي فاتت ب 14 مليون السنه دي. ولا واضح ان هو بعد اللي بيعمله السنه دي كمان. طيب محمد صلاح، محمد صلاح اعتقد هو في المرتبه الثانيه، يعني ثاني واحد على طول 12 ونص. تقريبا بالظبط ب 12 ونص مليون. هو كان صلاح لما تالق 3 4 مواسم ورا بعض اللعبه خليته ب 13 مليون، بس طبعا بعد التراجع بتاع السنه اللي فاتت بقى 12 ونص مليون. و12 ونص مليون ده رقم برضه كبير جدا، رقم كبير يعني. هو رقم ده طبعا طبعا طبعا. طيب، صلاح اثبت نفسه في الدوري الانجليزي والكره الانجليزيه بشكل كبير. قبل ما نتكلم عن تفاصيل اللعبه قوي، هي ازاي بتساهم في تسويق الدوري الانجليزي؟ يعني هو المفروض الموضوع واضح ان هو فيه برضه استثمار، ازاي بتساهم في التسويق للدوري الانجليزي؟ هو اصلا مش محتاج يعني. بالظبط، هو الدوري الانجليزي طبعا مش محتاجه، من اقوى الدوريات، بس كمان هي شدت الناس، خلت الناس اللي في ناس ما بتحبش كوره في لعبه تحببهم في الكوره. بالظبط. وكمان زودت نسبه المشاهده، لان اللي بيلعب اللعبه دي الدوري الانجليزي الناس كلها بتتفرج عليه، بس مش كل الناس بتشوف مباريات. مثلا ماتش مثلا يبقى بين ايفرتون وكريستال بالاس، ماتش مش قوي ما حدش هيشوف، لا اللي بيلعبوا اللعبه خلتهم ان انت لازم تبقى متابع 90 95% من الماتشات، مش الماتشات الكبيره بس او ماتشات صلاح بس. فاللي بتلعبوا اللعبه لازم يتفرجوا على المباريات، وطبعا زودت المشاهده بشكل كبير جدا. وكمان خلت الناس، في ناس معينه ما كانتش بتحب الكوره، لما شافوا اللعبه وتابعوا المباريات حسوا لا ان في حافز وانا ممكن العب. واللعبه طبعا فيها جزء كبير من الحظ والتوفيق، بس كمان فيها جزء من التخطيط، واحنا هنا في مصر كمان متفوقين جدا، احنا من اكثر البلاد اللي بتلعب اللعبه دي، طبعا حاجه مميزه جدا. طبعا مصر من اكثر الدول اللي بتلعب اللعبه دي. مصر من اكثر الدول طبعا، وانجلترا والهند. مصر أكتر وانجلترا والهند، تقريبا دول اكثر 3 دول طبعا، بس مصر مكتسحه. حتى احنا تلاقي ناس كتير جدا بتتكلم في الفانتازي اليومين اللي فاتوا، لا هنجيب كذا، لا هنبدل كذا. ناس حتى لما تنزل على القهوه ناس صحاب قاعدين مع بعض، لو دي هنجيب مين، هنبيع مين وقت المباريات كمان. طيب يعني لعبه والناس مشتركه فيها، طيب اللي هيفوز بقى، اللي هو يعني اللي هيحقق اعلى نسبه او اللي هيطلع الاول او فريقه اللي هو اختاره تشكيلته من كل الفرق بتاعه الدوري، وحصل انا اعرف ان هي كل جوله بيبقى فيها ترتيب، تمام. الجوائز عباره عن ايه بقى، سواء بقى في كل جوله او في النهايه؟ هو الجوائز مختلفه، الدوري الانجليزي نفسه بيخلي اللي بيفوز في النهايه بيبعت له تيكت بيحضر بعد كده مباريات في السيزون اللي بعده. وكمان في جوائز قيمه كثيره جدا،
يعني حتى الدوري الانجليزي، بس هو بيكشف عنها مثلا، ممكن يكشف عنها في الاخر تبقى شنط، تبقى ممضيه من نجوم الدوري الانجليزي. لا هدايا قيمه جدا، حتى في حد مصري قبل كده كان كسب في جوله وكان عارض، كان لا هدايا اكتر من 7-8 جوائز، وكلهم ممضيين من لعيبه من الدوري الانجليزي، ممضيين من لعيبه مشهوره نجوم ثابتين في الدوري الانجليزي. لا حاجات قيمه، وكمان ممكن تديك فرصه ان انت تسافر تحضر ماتش في الدوري الانجليزي، الماتش اي ماتش انت ممكن تحضره للفريق المميز ليك. طيب علشان انا هختم مع حضرتك، لكن سؤال اخير بس، هو الاشتراك في اللعبه ده سهل ولا صعب؟ يعني الواحد لو عايز اجرب. لا لا بسيط جدا، بسيط بسيط خلاص. جدا. انا بعد الهوا هكلم حضرتك تحكي لي بقى بالراحه كده، لان انا شويه ضعيف في مساله الابلكيشنز. انا بشكرك جدا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد عصام، دايما منورنا في التاسعه. الموضوع كبير، ولعبة الفانتازي اتضح ان مصر من اكتر الدول اللي بتلعب باللعبة ما شاء الله. يمكن اهتمامنا بالكرة الانجليزية عشان خاطر محمد صلاح اهتمام كبير، وفي جوائز بتتعمل، بس هو اللعبة عبارة عن ابلكيشن بس، وانت بتتابع من خلال الدوري، يعني ما بتلعبش انت اللعبة، هو انت ابلكيشن بتتابع من خلال الدوري، تجمع نقاط مع الابطال بتوعك او الكباتن او لما تكابتن حد. ده موضوع قصة كبيرة كده، هبعرف انا بعدين مع الناقد الكبير احمد عصام.